السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في قناتكم أجد تعلم الدارجة. اليوم إن شاء الله لدينا مجموعة من الأخبار العاجلة المتنوعة فيما يخص شهر رمضان، صلاة التراويح، كذلك الأساتذة المتعاقدين الذين سيستمرون في إضرابهم، كذلك ما سيحصل للمقاهي والمطاعم جراء القرار الذي اتخذته الحكومة. إذا نبدأ بأول قرار، وهو القرار الذي يتعلق بالإغلاق الليلي من 8 ليلا إلى 6 صباحا. فقد أصدرت الحكومة بلاغا اليوم تقول فيه بأنه ابتداء من شهر رمضان ستتخذ تدابير احترازية متمثلة في حظر التنقل الليلي من 8 ليلا إلى 6 صباحا. وأوضح البلاغ نفسه أن هذا القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة. كما أكدت الحكومة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز التدابير الوقائية خلال شهر رمضان المعظم، وكذلك الحرص على أن يمر هذا الشهر الفضيل في ظروف صحية مناسبة تعكس رمزيته الدينية الكبرى. خلال هذا البيان هذا، فالمغاربة ولي السنة الثانية على التوالي سيحرمون من صلاة التراويح في المسجد. كذلك الخبر الآخر، فقد أعلن المنسق مركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة اليوم الأربعاء أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة في حظر التجول جاء تجنبا لظهور موجة ثانية من انتقال العدوى الجماعي للفيروس 19. وقد أكد السيد المرابط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا القرار جاء حرصا من الدولة من تجنب، كما قلنا، من ظهور موجة ثانية. والعدد المرتفع من حالات بعض الجهات بالمملكة الذي دفع الحكومة إلى تقييد التنقلات الليلية خلال شهر رمضان، كما أن التجمعات العائلية حسب قول المنسق وزارة الصحة أن التجمعات العائلية وسلوك المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل حسب المتحدث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي أو حتى أن يشكل عنصرا مساهما في موجة ثانية من الانتقال الجماعي للعدوى. وكما قلنا بأن هذا البلاغ هذه الحكومة ينتظر منه بزاف ديال القطاعات، ومن بينها قطاع المطاعم والمقاهي. فحسب مصدر هسبريس فإن الاجتماع الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي انهم حاولوا ما امكن انهم يخفوا من وقع هذا القرار على هاد المهنيين هادو، ويحاول ما امكن انهم يقدموا لهم دعم باش يخفوا من هاد تبعات ديال القرار كما قلنا، وتقليص من الخسائر المنتظره. اذا مش عطيهم واحد الدعم مالي، يعني تحاول ما امكن يوجدوا واحد الحل لهاد الفئه هذه. كما كذلك اصدرت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد صدروا واحد البلاغ اليوم، ويقولون فيه أنه مواصلة منها للمعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية، ونظرا لاستمرار الدولة في اعتقال 20 أستاذ، أي أن 20 أستاذ تعتقلوا اليوم بغية تقديمهم إلى المحاكمة. فالتنسيقية تخبر الأساتذة وعموم الرأي العام بأنها غتمدد الإضراب ديالها ليومين 9 و10 أبريل، وكذلك تمديد الإنزال الوطني بالرباط لليوم الثالث. إذن كما تهيب تنسيقية وطنية جميع الأستاذات والأساتذة وكل الغيورين على كرامة نساء التعليم ورجاله الالتحاق بالإنزال الوطني. إذن الأساتذة غير يستمروا في الإضراب ديالهم كما قلنا 9 و10 أبريل في هذا الأسبوع. وإلى هنا نشكر على حسن تتبعكم، وإلى خبر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قلنا ما تنساوش تابوناو معنا في القناة وديروا جيم باش يوصلكم ديما جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صيامكم، والسلام عليكم.